قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي إن هناك طرفا ثالثا يضرب المتظاهرين ورجال الشرطة خلال المظاهرات التي بدأت من 25 يناير 2011 حتى مساء السبت الماضي في ميدان عبد المنعم رياض. وأضاف أن سبب وفاة أغلب الضحايا هو استخدام الخرطوش الثقيل في القتل الذي يستخدم في قتل الحيوانات الكبيرة وهو ما لا تستخدمه الداخلية، مطالبا جهة التحقيق بمعرفة من هو الطرف الثالث الذي يقتل المتظاهرين ورجال الشرطة. وأوضح أيضا أن الطب الشرعي استلم حالتي وفاة، الأولى لرامي عبد العزيز الذي توفي نتيجة طلق ناري في الظهر، والثانية لصلاح عبد الفتاح الذي توفي نتيجة خرطوش من النوع الثقيل.